أكد وزير البترول طارق الملة أن الإصلاحات التي نفذتها مصر في قطاع التعدين وحرصها على تطويره وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فيه حول أنظار العالم إليها وإلى هذا القطاع الواعد وخلال لقاء مع وفد من شركة كازاخية عاملة في مجال التعدين أوضح الملا انفتاح مصر على الاستثمارات الجادة في مجال التقنيات المستخدمة في صناعة التعدين مشيرا إلى أن الدورة الثانية لمؤتمر مصر الدولي للتعدين التي ستعقد بالقاهره خلال يومي الثامن عشر والتاسع عشر من يوليو عشرين ثلاثه وعشرين ستضم ممثلين لكافه اطراف صناعه التعدين